الصفحة الأولى جولة في الصحافة حول العالم، وإليكم أبرز عناوينها لليوم. كوميرسانت الروسية تكشف عن تعاون عسكري روسي باكستاني لدرء تهديدات متزايدة من آسيا. يور أكتف تشير إلى حيرة الحزب الاشتراكي في تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا. فاينانشال تايمز تتوقع اضطرابات في السوق إذا أخفق تمرير مشروع قانون سقف الديون في مجلس الشيوخ الأمريكي. أهلا بكم إلى التفاصيل. ومع تزايد المخاطر الأمنية في آسيا، بدأت موسكو وإسلام أباد في تعاون عسكري لدرء هذه التهديدات المتزايدة. حول الموضوع كتبت كوميرسانت الروسية تحت عنوان روسيا وباكستان تطلقان النار معا، وأشارت الصحيفة إلى انطلاق التدريبات الروسية الباكستانية صداقة 2021 في إقليم كراسنودار بسلسلة من المناورات والاتصالات المشتركة بين كبار المسؤولين العسكريين في كلا البلدين، كان آخرها زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية نديم رضا إلى موسكو. تقول الصحيفة إن تكثيف التعاون العسكري بين موسكو وإسلام أباد يأتي على خلفية التهديد المتزايد بانتشار النشاط الإرهابي خارج أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة في كابول. تذكر الصحيفة بأن باكستان تعتبر الراعي الخارجي الرئيسي لطالبان، لكن لا مفر من تكثيف الاتصالات الروسية الباكستانية بين وزارتي الدفاع في البلدين فيما يتعلق بالأحداث الأفغانية. توضح كوميرسانت أيضا أن الخطوات المتخذة لا يمكن اعتبارها بداية لتغيير مسار سياسة موسكو في جنوب آسيا، فلقد كانت الهند ولا تزال شريكا ذا أولوية لروسيا، والعلاقات الاستراتيجية المتميزة معها هي أحد أسس السياسة الخارجية الروسية. على كل، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من إسلام أباد الكاتب الصحفي علي مهر. مساء الخير سيد علي، أهلا بك معنا في الصفحة الأولى. في الوقت اللي كنا نتابع فيه رفض إسلام أباد لإقامة أي قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، تقترب وبقوة عسكريا على الأقل صوب روسيا، ما الذي تقدمه أو بالأحرى ما الذي تستفيده باكستان من روسيا؟ منذ دخول القوات الأمريكية أو الناتو أفغانستان، هناك تحسن نسبي وتدريجي كبير في العلاقات الدفاعية والأمنية بين باكستان وروسيا. ليست هذه الزيارة بل عشرات من الزيارات من قادة القوات المسلحة الباكستانية، فتدريبات سنوية في إطار للقوات الخاصة في إطار مكافحة الإرهاب، تزويد روسيا بأحدث طائرات عمودية قتالية لباكستان MI-35. فهناك أحداث كثيرة، ثم تبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار حول تحركات ونشاط داعش خراسان والقاعدة وتنظيمات أخرى التي تهدد الأمن القومي الروسي أو في الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفيتي. فهناك أفق واسع للعلاقات بين البلدين. باكستان منذ سنوات تشارك في جميع المناورات التي تنظم روسيا، حتى في البحر الأسود مؤخرا أو في روسيا حاليا وقبل ذلك. طيب، فنحن نتمنى، وما يحدث في المنطقة إقليميا ودوليا، توجه الولايات المتحدة نحو الهند وابتعاد الهند نسبيا من روسيا، العلاقات التقليدية التاريخية بين البلدين، هذا أيضا ساهم في تقريب وجهات النظر بين روسيا وباكستان عسكريا وأمنيا، وخاصة أن الولايات المتحدة والغرب
الأوروبا كلهم فرضوا الحظر على السلاح لباكستان، فما في أي خيار لدى باكستان سوى التوجه لروسيا والاستفادة من الخبرات والتقنيات الدفاعية. طيب يعني الروسية هي لعبة تحالفات. وفي المرحلة الحالية باكستان تفكر بالنهاية سيد علي، أفهم من حضرتك ذلك، لكن أيضا هل يمكن أن نضع الصين هنا في المعادلة؟ يعني هل أيضا ضمن الأسباب الموجودة لباكستان أنها لا تريد أن تخسر الصين؟ ونعلم طبعا أنه الصين أحد أكبر مزودي الأسلحة لباكستان منذ العام 2016 على الأقل. لا، روسيا أيضا يمكن أن تقدم لباكستان تقنيات دفاعية، لأن هذه الأيام باكستان حينما تطور طائرة قتالية رئيسية بالتعاون والتنسيق من الصين وروسيا، محركات روسية يمكن أن تستخدم في هذه الطائرة. فخاصة باكستان بدأ يهتم بالمحيط الإقليمي أمنيا وعسكريا، بدلا من الولايات المتحدة والدول البعيدة التي دائما تبدي نوع من المعاداة لباكستان مقارنة الميل نحو الهند. فروسيا والصين كليهما، ليست فقط الصين، وخاصة أنتم لاحظتم خلال الفترة الأخيرة أن منظمة تعاون شنغاي هي المنظمة الإقليمية الأمنية والسياسية بدأت تبرز كقوة أكبر من مثل حلف الناتو. فباكستان مستفيدة من جميع هذه التحركات، فهناك إمكانية كبيرة أن تكون هناك علاقات استراتيجية بعيدة المدى بين روسيا وباكستان، وخاصة بعد بروز حركة طالبان كقوة وسلطة رئيسية في أفغانستان. شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات، كنت معنا من إسلام أباد الكاتب الصحفي علي مهر. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به، نبدأ مع إيو أوبزيرفر. تقول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يثير استياء محاربين سابقين لشعورهم بأن جهودهم ضاعت هباء. المونيتور تتحدث عن تعاون محتمل بين أحزاب تركيا معارضة لمواجهة أردوغان. كوميرسانت الروسية تتحدث عن إنشاء واشنطن فرقة عمل تضم مجموعة من المدمرات لمواجهة الغواصات الروسية. تشاينا ديلي تتحدث عن حالة من عدم اليقين في ألمانيا بعد نتائج الانتخابات المتقاربة. The Moscow Times تقول موسكو تترقب نتائج المحادثات الائتلافية في ألمانيا ورغبة الكرملين في استمرارية العلاقات الروسية الألمانية. ظلت ألمانيا رمزاً للاستقرار السياسي في أوروبا طيلة عهد المستشارة ميركل، إلا أن نتائج الانتخابات والتي تقدم فيها الاشتراكيون بشكل طفيف أفرزت مشهدا غامضا سيجعل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في غاية الصعوبة. يور أكتيف كتبت عن الموضوع تحت عنوان لها يقول الحزب الاشتراكي في حيرة مع ضعف فرص التحالف مع اليسار. لأول مرة منذ ما يقارب 20 عاما احتل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الصدارة في الانتخابات، ومع ذلك فشل التحالف اليساري في تحقيق الأغلبية ليواجه الحزب خيارات ائتلافية محدودة للغاية وانقسامات داخل الحزب. ولأن التحالف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر واليسار المتطرف لم يصل إلى الأغلبية في البرلمان، فإن الديمقراطيين الاجتماعيين يجدون أنفسهم بدون خيار لتحالف يساري. بدلا من ذلك يترك للحزب خياران، أحدهما تحالف مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الذي من المرجح أن يتودد إليهم المحافظون كشركاء محتملين، والثاني تجديد الائتلاف الكبير الحاكم الحالي مع الحزب، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، لكن هذه المرة سيتولى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدلا من المحافظين منصب المستشارية والدور القيادي.
وينضم إلينا من برلين الكاتب الصحفي ماجد كيالي. أهلا بك معنا سيد ماجد. في الصفحة الأولى بدأت لعبة التحالفات وتبدو صعبة في الحقيقة، رغم أنه شولتز يؤكد أن البلاد ألمانيا مستقرة سياسيا فيما يخص ائتلاف حكومي، إلا أنه المراقب والمتابع يجد أنه تشكيل هذا الائتلاف يبدو جدا صعب. لماذا سيد ماجد؟ يعني أنا بداية أعتقد أنه هناك حالة من الاستقرار السياسي، هذا سيبقى حتى مع تغير المستشار، يعني مع مجيء مستشار جديد لألمانيا. الانتخابات تعكس نوع من يعني نوع مهم جدا من الاستقرار السياسي في الحياة السياسية الألمانية. هلأ المتغير في هذا الأمر أنه هناك حزب كان يعني يتصدر الانتخابات طول الفترة الماضية، وأنه المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل هي التي كانت طوال 15 أو 16 سنة في سدة الرئاسة يعني كمستشارة لألمانيا، ولكن اليوم تغير الأمر لصالح حزبين كبيرين آخرين اللي هو الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الأحرار. الحقيقة أنه خسارة الاتحاد المسيحي أو خسارة المحافظين ذهبت لصالح حزبين آخرين اللي هو الديمقراطي الاجتماعي والأحرار. هذا ستنبني عليه تقاطعات جديدة، تحالفات سياسية جديدة، ولكن أعتقد أنه هذا أيضا هو نتاج واقع من الاستقرار السياسي في ألمانيا. أي هذه التحالفات الآن أقرب للتحقيق سيد ماجد؟ يعني هل سيكون هناك تحالف بين الخضر والليبرالي مع الديمقراطي، أو سيتحول التحالف ليكون المحافظين داخل ضمن هذا الائتلاف؟ وبالتالي هنا أيضا تساؤلات كبيرة حول أنه هل أرمن لاشيت سيرضى بأن يكون الرجل رقم اثنين؟ يعني لا، أرمن لاشيت يقبل على ما يبدو حتى الآن أنه لن يقبل أن يكون الرجل رقم اثنين، ولا أولاف شولد أيضا يريد أن يضم أرمن لاشيت أو أن يضم الاتحاد المسيحي أو المحافظين إلى حكومته. حتى الآن هيك التصريحات، ولكن كل الاحتمالات ستبقى مفتوحة لأنه هي تخضع لمساومات مختلفة وتعقيدات أخرى تتعلق بالسياسة وبالاقتصاد وبالأمن وبتوجهات ألمانيا. ولكن أنا أقول أنه كل الخيارات مفتوحة، هناك خيار التحالف مع المحافظين يعني مرة ثانية برئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، هذا الخيار إذا كان مستبعدا. هناك خيارات أخرى أمام المحافظ الاجتماعي الديمقراطي لضم الخضر وضم الأحرار. يعني ممكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالتحالف مع الأحرار مع الليبراليين يعني ومع حزب الخضر أن يعني أن يكونوا ائتلافا حزبيا، ائتلافا حكوميا جديدا. وهناك أيضا إمكانية لضم اليسار، هناك احتمالات عديدة في هذا الأمر. طب حتى أفهم من حضرتك أكثر سيد ماجد، الآن حزب الخضر والحزب الليبرالي أصبح في يدهما الاختيار، إما ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي بقيادة شولتز أو اختيارات أخرى. هل هكذا أفهم صحيح أن الخضر والليبراليين أصبح في يدهم كل هذه الصلاحية لائتلاف حكومي قادم؟ طبعا يبدو في هاي المرحلة أنه الحزب الخضر تحديدا هو بات يملك قوة كبيرة في يعني هو الذي صعد من مكانة 10% من القوة من أعضاء البوندستاغ إلى 15%، وهذا صعود كبير يوازي الصعود الذي أتى به أيضا الحزب الديمقراطي الاجتماعي. إذن اليوم الحزب الخضر وأيضا الأحرار هم يتحكمون بطبيعة الائتلاف السياسي الحاكم في جمهورية ألمانيا الاتحادية للفترة المقبلة. شكرا جزيلا، كنت معنا من برلين الكاتب الصحفي ماجد كيالي. الصفحة الأولى مستمرة معكم من الغد وفيها، لكن بعد الفاصل. جمهوريات تقول في تركيا الفقيرة يحصل أكثر من نصف العمال على الحد الأدنى للأجور. أهلا
أهلا بكم من جديد. يؤدي التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مواجهة مباشرة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن رفع حد الاقتراض. فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان الجمهوريون في مجلس الشيوخ عازمون على منع الإنفاق الأمريكي ومشروع قانون سقف الديون. وبحسب الصحيفة فمن المقرر أن يعرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون من شأنه رفع سقف الديون الأمريكية وتمويل الحكومة الفيدرالية، ما يزيد الضغط على المشرعين الديمقراطيين للعمل بمفردهم لتجنب أزمة الميزانية بحلول نهاية الأسبوع. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن الفشل في رفع القيود المفروضة على الاقتراض الفيدرالي سيكون بمثابة كارثة، فالحكومة الأمريكية قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها بمجرد منتصف أكتوبر إذا لم يتم رفع سقف الديون. كما حذر مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي من رد فعل السوق المتطرف ما لم يتم رفع سقف الديون. وتأتي المواجهة المالية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الوقت الذي يتبارى فيه المشرعون الديمقراطيون لتسوية الانقسامات الحزبية الداخلية من أجل تمرير فاتورة بايدن الرئيسية البالغة أكثر من تريليون دولار للبنية التحتية وحزمة الاستثمار الاجتماعي بقيمة 3.5 تريليون دولار في الأسابيع المقبلة. هناك مشكلتان تتصارعان في النظام الاقتصادي التركي مع النظام الرئاسي لحزب العدالة والتنمية، هما البطالة والفقر. فنصف القوى العاملة تقريباً تحصل على الحد الأدنى للأجور. صحيفة جمهوريات تناولت الموضوع تحت عنوان لها يقول في تركيا الفقيرة يحصل أكثر من نصف العمال على الحد الأدنى للأجور. وتوضح الصحيفة أن عدد الفقراء في تركيا ارتفع بمقدار 1,600,000 شخص خلال 5 سنوات فقط. وتشير الصحيفة إلى أن الوظيفة الوحيدة التي يمكن العثور عليها مع البطالة والتي تفاقمت مع الوباء هي توصيل الطعام أو البضائع. البطالة هي أكبر سبب للفقر. فوفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي فإن معدل البطالة في تركيا بلغ 12% في يوليو من العام 2021، وأصبح عدد العاطلين عن العمل 3,932,000 شخص. بينما تتعمق البطالة كمشكلة مزمنة، فإن القوة الشرائية لدخل كل شريحة من العامل إلى موظف الخدمة المدنية آخذة في التناقص. ففي يونيو تم تقدير عدد أصحاب الأجور الدنيا بما يتراوح بين 45 و55% من القوى العاملة في تركيا. اهتمت صحف العالم كذلك بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. نبدأ مع لوموند الفرنسية، تقول اتفاقية أوكاس تجعل شركاء واشنطن في آسيا غير مطمئنين، إذ قد تضطر بعض الدول لتخلي عن الحياد الذي تبنته في التنافس بين بكين وواشنطن. واشنطن بوست تقول إن توقف بعض مصنعي الألواح الشمسية الصينية عن الشحن إلى الولايات المتحدة بسبب التعريفة الجمركية قد يعرقل أهداف إدارة بايدن للطاقة النظيفة. إندبندنت تشير إلى أن أزمة الطاقة الغامضة في الصين قد تترك ملايين المنازل في الظلام والتسبب في انقطاع سلاسل التوريد العالمية. الجارديان تقول أزمة البنزين في المملكة المتحدة هي مجرد طعم لمستقبل أكثر توتراً وغير مؤكد. لوفيغارو الفرنسية تقول التكنولوجيا الرقمية سلاح جديد لعلماء الطب الشرعي لحل الجرائم. التقى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي ونظيره الروسي فاليري جيريسيموف في هلسنكي الأسبوع الماضي. وحول اللقاء كتبت وول ستريت جورنال بعنوان يقول الولايات المتحدة طلبت من روسيا استخدام قواعدها لمراقبة تهديد الإرهاب الأفغاني. نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بحث مع نظيره الروسي عرضا واضحا من الرئيس الروسي فلاديمير
الكبير بوتين لاستخدام القواعد العسكرية الروسية في آسيا الوسطى للرد على أي تهديدات إرهابية ناشئة في أفغانستان. قال المسؤولون الأمريكيون إن الجنرال الروسي لم يلتزم خلال اجتماع هلسنكي بوعد محدد وامتنع متحدث باسم الكرملين عن التعليق. تشير الصحيفة إلى أنه رغم اشتراك واشنطن وموسكو في مخاوف تهديدات الإرهاب، فإن فكرة العمل مع روسيا في مكافحة الإرهاب محفوفة بالتحديات لا سيما على الصعيد السياسي. أوضحت وول ستريت أن الكونغرس سن تشريعاً منذ عدة سنوات يحظر فيه التعاون الوثيق بين جيشي الولايات المتحدة وروسيا، طالما أن القوات الروسية موجودة في أوكرانيا ما لم يصدر وزير الدفاع تنازلاً خاصاً. يقول بعض الجمهوريين المعارضين ومسؤولو الانتخابات بالولايات إن السياسة الأمريكية تسير بالفعل في ظل العنف. حول هذه التصريحات نشرت واشنطن بوست مقالة رأي تحت عنوان العنف السياسي في المستقبل يبدو أمراً لا مفر منه. يشير المقال إلى أن السياسة الأمريكية تدخلت مرحلة جديدة من استخدام العنف عندما انحاز الرئيس السابق دونالد ترامب صراحة إلى العنف السياسي في 6 يناير، وأعلن أن الحكومة الحالية غير شرعية مع ادعاءات لا أساس لها حول تزوير الانتخابات. ولا يتعجب المقال من أن نحو 20% من الجمهوريين في استطلاع للرأي هذا العام عبروا عن انفتاحهم على العنف السياسي في ظل ظروف معينة، بل ويعتقد الكاتب أن ولاية ثانية لترامب ستسرع من هذا الاتجاه. ففي ولاية ترامب الأولى استخدم الرئيس السابق ترامب المؤيدين العنيفين لتهديد وترهيب أعضاء الكونغرس ونائبه، كما خشي مسؤولون عسكريون رفيع المستوى من أن يحاول ترامب استخدام القوات المسلحة لأغراض غير دستورية. وبشكل استنكاري يتساءل المقال هل هناك أي شك في أن ترامب الذي تم تمكينه من السلطة من خلال إعادة الانتخاب سيستخدم أوقات الأزمات لا سيما الاضطرابات المدنية كمبررات للعنف الأوسع نطاقاً.